بلال مرحبا بك. اهلا مرحبا بكم. انت كتشوف هذا الاستقبال وهذه الحفاوه؟ شرف كبير لينا هذا. يعني عندك واحد الجمهور كبير بزاف في المغرب، هذه المساله كتعرفها ياك؟ ما هذه ما تفاجئنيش، هذه راني مولف مع هذه الشبيبه وهذه خصوصا في المغرب ياك. في المغرب انا توجور نقول عندي الزهر في المغرب، دي فوا نقول مزيه كاين المغرب. لي انا كل واحد وقسامه. إذن كيف شاهدنا في الكليب ديالك كنشوفوا أنك كتجدد دائما نفسك في مواضيع وحتى في طريقة يعني الغناء ديالك كتتواكب الشباب. إيه ما كان على حساب الوقت، على حساب نتبعوا شوية نحكم بلال زعما راي نغني راي، مي واحد يحوز زعما يندمج مع الوقت راب ولا اغان بي ولا شويه يفو با واحد يكثر باش يخرج سينو غادي ننسى كاع شكون بلال. مي طون سون طون واحد يندمج مع هادو لي جون ولا مع واحد كبير ولا غير باش دير حاجه حديثه زعما باش نعم. ولا بدا الانسان يدخل الحداثه باش يكون عنده الجمهور ديالو. كنعرفوا ان اغلبيه الجمهور هما الشباب طبعا. واه هما شباب، ولا حنا ثاني نتبعوهم كانوا قبلنا ونجو حنا ويجو واحد اخرين مورانا وكل شيء، بصح حنا باش نقعدوا توجور عندنا خيط حاكم زعما باش ما نقطعوش داك الخيط سينو غادي ينسونا كاع. وتبقى في اللون. بلال بغيت نسولك حيت كنهضروا على لي طوندونس، واش انت كتهتم شويه بلي طوندونس ولا يعني كيفاش كتختار هذا اللوك؟ يعني حيت هذا اللوك ما يمكنش تدوز به ان ابيرسي، ولا بدا كيشوفوا الناس بلال واش خاص ديالك انت؟ لا ما اختاريتش انا هذا اللوك، هو اللي اختارني انا. الشعر انا ما عنديش شعر، انا طار لي شعر راح. جات هكا زعما ما جات بوحدها، يعني لقيتي راحتك في هذا. واه بكري كنت كان عندي شعري كيوت هكا كيما الناس الغيوان وكل شيء. كان عندي بزاف من بعد نورش عندي كاع فوالا. فرحوني ملي كنت صغير ومن بعد قالوا دبر راسك ملي كبرت. علينا ما بقاش يشوف فينا. علاش عمل خطره دي فوا يعرضوني في كاشين صار يكونوا فيها بزاف الناس، انا تلم يكونوا الناس بزاف نفوت هكا غير مع الحيط والله كنشوف انا باسكو نحشم من الناس. ابري يقول لك واه جا بلال ومقيمناش كاع قاعد واقف وحده شي حسب روحه، وهي ماشي تاع شي حسب روحي هي باسكو ما جاتنيش انا ما كبرش هكا. نعم. ما كبرش كاين في النهايه شخصيتك هي التركيبه ديالك هكذا يعني انسان. وقعت لك واحد طريفه عاوتاني قبيله في وجده مع واحد الوجدي. واحد النهار كنا درت الحفله وكملت ومن بعد دخلت الحجره واللي بدلوا كل شيء وكانوا شويه لي جورناليست صحابي وكل شيء، ودخل واحد باش يدير معايا اون فوتو وقال لي ما عقلتنيش بلال. قلت له لا، قلت له قول لي. قال لي ايوا ما عقلتنيش. قلت له لا. قال لي دوماج. قال لي انا حسبتك راجل. قلت له خويا كيف حسبتني راجل؟ قال لي واه. قال لي انا ضربت معاك 3 سنين حبس. وانا زعما الله لا يبلينا زعما كان عمري ما دخلت الحبس، وكان دخلت الحبس كنت نقول لها دخلت الحبس ومن بعد الغلطات صرا ولا واحد هذا. مانيش نقول بلي اليوم في الحبس ما ماشي هما دوك، مي هذا بنادم يقدر عليك ربي اللي يقدرها معليش. مي فهمتها قلت انا عمري ما دخلت الحبس، ولا يقول لي والله خيبتني دار لك توم. يمكن شي واحد في الحبس كان تكذب عليه وتقول له انا وبلال. انا يمكن شي واحد كيشوف ولا يزيد يقول لي بلال ما تخافش الحبس دار من الرجال وهذا. وكتبتي اغنيه مع قال لي وكتبت معايا اغنيه، عندي اغنيه تاع الغربه والهم. قال لي كتبت انا وياك الغربه والهم. بصح هذه من قلب التربيه. اكيد نجي درك انا كنت مع واحد في الحبس نجي كاع كيجوا الناس كاع نجي نقول له كنت معايا في الحبس تغرقوا معاك. زعما كان الحبس ماشي حاجه اللي واحد يفتخر بها. نعم نعم. بلال انت كتغني بزاف في المهرجانات في المغرب. الحمد لله. نعم غنيتي في يمكن في جميع المهرجانات تقريبا، في موازين، في تيميتار، في جوهرة، فيستيفال دوراي تاع وجده، المحمديه، غنيت في الرباط، اسفي، ودرت كاع درت قريب كاع المغرب. ما كانش مدينات اللي ما رحت لهمش. نعم كتعرف المغرب مزيان يعني. وي نعرف المغرب. كتحس براسك يعني في بلادك. المغرب ما كنتش جيت المغرب، ما كنت نعرفها كاع. كنت نعرف فاس، مكناس، إفران، صفرو. كانوا عندي صحابي من مكناس وكل شيء، وهما اللي علموني هذا برشمولي عمار وهذا، وصدمت معاهم.
بغيت نتكلموا شويه على الالبوم الاخر ديالك اغنيه باستا اللي هي دايره واحد يعني سوكسي كبير في اليوتيوب تقريبا مليون ديال في ياك. شنو تقدر تقول لنا على هذه التجربه؟ هو البوم جديد عنده واحد شهرين هكا ملي خرج وشويه بدا يدرج شويه درت مواضيع كيما مؤلف فيه اجتماعيه زعما دي بروبليم تاع صغار مي باسطا فيها سيد الجوج فيها البهايم فيه 8 اغاني. نعم بغيت نسولك شنو كتعني البلال الشهره؟ مصيبه بون واحد ما يجهلش الحمد لله على كل نعم مي الشهره انا نظن ما تديش كما احنا نقولوا هنا بالمغربي ما تديش معايا الشهره ما ماشي انت انا انسان حشام ودخلت في واحد الدومين اللي ماشي ديالي زعما يمكن بالك نكتب كلمات ولا بالك عندي نعرف نلحن ولا يمكن مي كنت نجم نقعد في الخفاء نجم نكتب لواحد ولا يكتب كنت نديرها خير باسكو انا نحسن بزاف والناس تاع هكا يلزم واحد يجيني غير بشوفه هكا ما يقول لك والو يقعد غير يشوف فيك تكون هكا داير لاشين باغي تخلص حاجه يقعدوا يشوفوا فيك غير جوج هكا يتهضروا بيناتهم واش تبي انت ما تسيب لا تروح لا تهضر معاه دير روحك ما شفتاش ما يحرجوك وخلينا وكاين بزاف صراحه ما تنجمش تروح للبحر ما تنجمش تخرج اون فيل ما تنجمش انا المغرب جيتها مليار خطره مازال ما رحت للمرشي ولا مازال ما رحت لجامع الفنا نحلم باش نروح له مي عمري ما رحت جامع الفنا باسكو يعني حريه ما كتبقاش كيولي الانسان مضطر انه يعيش من زعما كاش عندي اختيار كما قلتي لي باش نخير الشهره لا والله العظيم لا ندير برومبي سودر ما نش عارف نخدم ترونكيل ولكن كتحب المهنه ديالك يعني لا نحبها بصح ما غاديش نكذب عليك كاين واحد الشيء كاين يجوك واحد الشيء ظروف اللي تبغي تحبس كل شيء كاع زعما انا ما نجمش الهضره هكا تاع انت راكي قاعده في دارك ولا كتخدمي ولا وربعه دايرين عليك قهوه هكا شفتها واه قالوا لي الاخرى طلق زوج هذا منا خدع هذا قاعدين اخدم على روحك وهذا ربما هو ثمن الشهره والمجد يعني لابد ندفعوا شويه ديال الثمن ان هذه القضيه ما كتبقاش عندك حياه